اهلا بيكي مرة تانية على انت عارف، وبقول اهلا بيكي لان فيديوهات السلسلة دي هتبقى للبنات فقط. قررت بصراحة اعمل فيديوهات عن حاجات انا بحبها قوي قوي، وما كنتش حابة اني اعمل قناة تانية، وحابة اشتغلها على انت عارف، لان انت عارف مش معلومات وخلاص، انت عارف ثقافة، موضة، طبخ، اماكن تروحها، مناطق تعرفها، انت عارف معرفة، انت عارف يعني اسمع واستفيد في كل جوانب الحياة. وبالنسبة ليا عندي طاقة كبيرة جدا، وحبيت ان احنا نستفيد منها سوا. الفيديو النهاردة هيبقى عن اللبس وازاي نوظف الموضة مع الحجاب بطريقة كويسة. اول فيديو لينا النهاردة هنتكلم عن اللون الاصفر واللي مكتسح خريف وشتاء السنة دي، فيلا بينا نبدأ. هوريكي النهاردة ازاي تلبسي الفستان الاصفر بكذا طريقة. وللناس اللي بتحب تنزل بسرعه ملهمش طاقه ان هم يلبسوا وياخدوا وقت في اللبس، وعايزين في نفس الوقت يبقوا شيك، هوريكي برضه ازاي تلبسي فستان اصفر بطريقه سهله وبسرعه وتنزلي بيها في اي مكان، سوبر ماركت، عايزه تروحي السوق، عايزه تجيبي اي حاجه بسرعه كده في السريع. استني وتفرجي على الفيديو وان شاء الله يعجبك. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك، تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم الفيديوهات بسرعه جدا اول ما تنزل، وسيبوا لنا رايكم في التعليقات تحت عايزين ايه في السلسله دي، وكمان تشيروا مع اصحابكم لو عجبكم الفيديو وحسيتوا ان هو هيفيد. يلا بينا. Yeah.
عجبكم الفيديو النهاردة تعملوا لايك، تشتركوا في القناة لو انتم مش مشتركين، وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم الفيديوهات بسرعة اول ما بنزلها، وسيبوا لنا تعليق برأيكم لو الفيديو عجبكم او لا، او انتم عايزين فيديوهات ايه. وما تنسوش في مفاجآت جاية ان شاء الله كتير لسه قريب قوي على القناة، يا رب تعجبكم وسلام.